العضو المسؤول بشكل رئيسي عن عملية التنفس في جسم الإنسان هو الرئتين. علشان كده هنتكلم النهاردة عن الوصف التشريحي للرئتين وشكلهم الخارجي وعلاقتهم بالأعضاء المحيطة، وبرضه هنوصف التقسيم الداخلي لكل رئة. بس الأول أهلا وسهلا بحضراتكم في المختصر المفيد. الرئة من حيث شكلها فهي على شكل مخروط كبير، ليها قمة بتمتد بالتحديد فوق أول ضلع من ضلوع القفص الصدري وهي الإبكس أوف ذا لانج، وليها قاعدة بتنتهي عند قمة الحجاب الحاجز. وكل رئة بيبقى لها 3 أسطح: سطح داخلي اللي هو ميديال سيرفيس أو الميدياستينال سيرفيس لأنه مواجه للميدياستينم، وسطح ضلعي اللي هو كوستال سيرفيس وده بيكون مواجه للسطح الداخلي للضلوع، والسطح الثالث والأخير هو السطح السفلي inferior surface أو diaphragmatic surface لأنه مواجه للحجاب الحاجز. هلا هلا عداد جد، هلا هلا عليه، وإن كان حبيبك عسل سد واستريح. وكل رئة بتحتوي على زاويتين بارزين على السطح السفلي، زاوية داخلية medial angle بيطلق عليها اسم cardiophrenic sulcus، وزاوية خارجية lateral angle بيطلق عليها اسم costophrenic sulcus. شوفك الرار، الله الله عدك والجد الله الله عليه، واندلك الطوفان ما تلحظوش كله. نيجي بعد كده لتقسيم الرئتين. الرئتين بيتقسموا لفصوص من خلال شروخ موجودة في كل رئة. فمثلا الرئة اليمنى بتتقسم لثلاث فصوص: upper أو superior loop وmiddle loop ولور أو inferior loop، عن طريق شرخين وهم الرايت horizontal fissure والرايت oblique fissure. وطبعا مش محتاجين نقول ان الرايت horizontal fissure بيفصل الأبر لوب عن الميدل لوب، والرايت أوبليك فيشر بيفصل الميدل لوب عن اللور لوب. بينما الرئة اليسرى بتتقسم لفصين: أبر لوب ولور لوب، عن طريق شرخ واحد وهو الليفت أوبليك فيشر. والرئة اليسرى بتحتوي على حز أو تقوس بسيط للداخل على الميدياستينال سيرفيس اسمه كاردياك نوتش، وده اللي بيبقى موجود فيه القلب، وبيبقى موجود تحته بروز بسيط شبه اللسان بيطلق عليه اسم لينجولا. اكيد بتحب مصر برضه؟ اه طبعا، كلنا مصريين، كلنا مصريين من قلوبنا بجد. مال حضرتك. وكل رئة بتحتوي على فتحة رئيسية موجودة على السطح الداخلي اللي هو ميدياستينال سيرفيس، الفتحة دي اسمها هايلم، ودي اللي بيمر منها القصبات الهوائية والأوعية الدموية والأعصاب والأوعية الليمفاوية الداخلة أو الخارجة من الرئة. واحيانا بيطلق على الهايلم اوف ذا لانج جذر الرئه او الروت اوف ذا لانج. وللافاده اكتر هسيب لك رابط تحميل ملف البي دي اف الخاص بالفيديو في الوصف.